Yassine Al-Bakid is the best way. هذا بخيت هذا بخيت هذا مين هذا البخيت اللعيب ياسين البخيت لاعب مميز لاعب الأردني هذا مشكلة هذا مصيبة من مصائبي وأم صلالة تحدث عن ياسين البخيت لعيب لعيب ياسين حلال العقد ياسين في الوقت القاتل هذه الياس حميد مرت ياسين نعم يخلص أم صلال يفعل أم صلال كان الحديث عنك كان الحديث عنك فهل استمعت لي فهل استمعت لي يا ياسين يا أيها النشمي أيها الأردني كنت أتغزل بك كنت أتحدث عنك كنت أطري عليك علي نادر من وين طلع لي علي نادر من وين طلع لي علي نادر من وين طلع لي ياسين كرة اللعب يا ساتر ياسين حلال العقد ياسين في الوقت القاتل ياسين ياسين لبخيت يسجل في الوقت الأخير في الوقت الأخير ياسين لبخيت شوف فرحة تكسيرة هناك في منصة في المنصة يحتفل وياسين لبخيت يضع الكرة في الحضور ولدي الكثير أيضا من القدرة على تسيير دقائق هذا اللقاء ياسين لبخيت أم إسلام يقلبون الطاولة يقلبون الطاولة ويهزمون الكرة بتلعب لما محاولة نعم محاولة نعم أم صلال بالركلات الركنية يسجل نعم لا يجعل من المرخية سعيد في وقت طويل ركلة ركنية لصالح نادي أم صلال ياسين الثاني لأم صلال ياسين لبخيت يتقدم ياسين يحاول يمر بشكل ممتاز العرضية أم صلال يسجل أخيرا في الوقت بدل الضايع هذا بخيت هذا مين هذا البخيت اللعيب ياسين البخيت لاعب مميز لاعب الأردني الكرة باتجاه فوكانوفيتش ياسين بخيت مرور الله 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 على ياسين الله على ياسين الله على ياسين عدى ياسين وخافيير مارتينيز
شوف المرور ياسين بخيت تلعب بسيمينتو. ممكن أن تكون الأمور مختلفة، الكرة بتعود إلى ياسين، ياسين 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 مر، ياسين راح، ياسين خطير، أوه مر ياسين ومرر ياسين، ولكن كرة الياس ذهبت أدراج الرياح، كرة الياس ذهبت أدراج الرياح، مرور ياسين بطريقة رائعة. قرار تقليص الفرق إلى عشرة من 12 إلى 10، نعم تم تقليصه، هنا لدينا ياسين، ياسين بالعودة، ياسين فينيسيوس وناصر الله، كرة لا تدخل شباك الريان، تصطد في العارضة وتعود بعد ذلك، ياسين بخيت عرضية موجودة وشوقه في الإبعاد وشوقه. والدحيل أمام حضرتكم المتصدر يتعادل حتى الآن 0-0 مع المصلال، ودي هو جاهد عشان كده يا ولد ياسين، عدى ياسين، لا 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 لا، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول، بص شوف، بص شوف ياسين بيعمل ايه، وعبد الرحمن راح فين، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، ياسين وعظمة ياسين ومهارة ياسين وسرعة ياسين. الرشيدي على طول، اوه ياسين يقف تاني، يا ولد يا لعيب لعيب لعيب، هي لعبته، هي لعبته، هي بتاعته، لكن ايه ده، ايه الكلام الكبير ده، ده كلام محترم، زادت سرعة المباراة، زادت قوتها. يبحث الآن ياسين عن وصول مر ياسين بخير، ايش القرار، ايش هذا الأدباب، لعيب فوكانوفيتش ناحية الشمال على طول بخيط مكانه المفضل، راح مع المعز، وادي العرضية، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش الآن في أرضية الميدان، أحمد السير أخذها 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 أخذها، لصالح نادي مصر، ياسين 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 يا ياسين ياسين يا ياسين، واجمل عوده يا ياسين في الكره الماضيه، يا ساتر على ذاك الاردني، حاول في الكره الماضيه، اصطدت الكره في العارضه الافقيه ولكن ضاعت على ياسين، ضرب الرؤوس، جميل 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 الى ياسين، ياسين 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 أشرك مباراة مينونة، ياسين ياسين إلى الياس الياس الياس، علي نادر علي نادر، أوه مطالبة بوجود ركلة جزاء، الياس فعلت الكرة لركلة، أصر على أول أمسيس على الاثنين، وهم ما شاء الله اليوم سداح، يعني عندك بلاوي، صايرة محاولة ياسين، يحاول يمرر الكرة التي تصل، ولا زالت ياسين بخير واحدة، ياسين لبخيت يتقدم، يرسل كرة الله على التسديدة، لا
the body shop, doing something unholy. عاد هلد ابراهيم ناصر كلام بعد ذلك ياسين بخيت. هذه المرة يعود للدفاع ومن أجل أدوار الدفاع. لدينا الكرة التي تبعد وصلت إلى ياسين، يحاول أن يلعب. أوه حلوة حلوة، لكن السرعة.